وكمان ايه انتوا بتعملوا ايه؟ والله العظيم انت اللي حبيبنا يا عم عامر. مساء الفل يا عم عامر يا جميل، ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ وحشني جدا. منور الشاشة واحلى رجعة، وربنا دايما ان شاء الله يكتب لك اللي فيه الخير والتألق والنجاح. ربنا يخليك يا رب. على فكرة يا جماعة، عامر صديقي منذ زمن لا انا ومعلق مش ممتع قلك يا كابتن، ومبدع. لا انا اصغر من مصطفى يا كابتن، مش اصغر. ماشي يا عم عامر، صديقي وابني وحبيبي وكل حاجة جميلة. ازيك شرف شرف لي يا كابتن. حبيبي؟ انا بقول لك عامر من المحبة، يعني بقول عامر بدون ألقاب، من المحبة فقط لا غير. الله يعني يطول عمرك، انت الكابتن الكبير اللي نعتز بمسيرته ونعتز بتاريخه وتدبير النادي الاهلي ربنا والمنتخب يعزك يا رب. المصري، حاجه كبيره جدا حبيبي نفرح حبيبي بيها والله. حبيبي، دخلت قلوب كل المصريين بمختلف انتماءاتهم، بس طالما انا في قناة النادي الاهلي، الاهلاويه بيحبوك، بيكنوا لك كل احترام وبيتفائلوا بيك كمان يا عم عامر. والله يا كابتن يعني لا يستغرب الطيب من أهله ولا ربنا يستغرب يكرمك. الكرم من أهله. ومصر بطبيعتها معطاءة وحبيبة وتبادر بإظهار المشاعر الجياشة. دائما أنا أقول يعني في الشعر العربي قد تجد أن الشعر الثقيل إن صح التعبير نعم، ممكن تجده في جزيرة العرب، لكن المفردة الجميلة البسيطة اللي توصل كل المعاني الحلوة هي منشأها وأرضها من مصر. فالأرض طيبة والمنبع طيب، ولما يكتبوا الكلام ده وبيقولوا الحاجات دي في شخصي المتواضع، صراحة أشياء يعني تخلي الواحد يفتخر أمام أبنائه، يفتخر في مسيرته، لأنه مش جمهور عادي بمعنى الكلمة. جمهور يعني ان انت تكون ترند في مصر هذا شيء طبيعي، لكن ان المصريين والاهلاويه يعملونك ترند في دول كثيره عربيه، نعم هذه كانت يعني صراحه شيء عظيم جدا. ودائما ان شاء الله يا كابتن شوبير اللي من القلب يوصل للقلب، ده ان شاء الله صحيح. ما فيه تكلف ولا فيه تصنع ولا فيه شيء. وانا ارجع دائما اقول مصر سبحان ربي، ربي حباها بمزايا عجيبه وغريبه. نعم، البلد هذا لا يسقط، البلد هذا لا ينحني، البلد سبحان الله رغم كل المآسي كل التعب كل حاجة مصر شامخة وواقفة ولا وتستوي في أشقائها وفاتحة قلوبها، يعني عظمة كبيرة يعني، والعظمة لله دائما.